على أطلال الماضي وإشراقة الحاضر وعراقة التاريخ يقع أشهر أودية الجزيرة العربية، وادي الفرع جنوب المدينة النبوية. يشتهر وادي الفرع بقراها العريقة ومنها قرية المضيق، تلك القرية الوادعة التي تقع منتصف الوادي. بين تلك الجبال الشاهقة يحتضن هذا الوادي المزارع الخضراء وأشجار النخيل الباسقات التي تزين أطرافه، وارتبط اسم هذا الوادي ارتباطا وثيقا بعيونه الجارية، ومن أشهرها عين المضيق التي اكتسبت شهرة كبيرة وأصبحت موقع جذب سياحي ومقصدا لزوار هذه المحافظة. وبمضيق وادي الفرع مسجد البرود من الأماكن الأثرية، ويقع بأكمة في جبل وادي الغرب بقرية المضيق، وهو أحد المساجد التي صلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم عند مروره بوادي الفرع. تتميز عين المضيق بغزارتها وعذوبة مائها ودوام جريانها، حيث أنها لا تنقطع في أوقات الجذب ولكنها تقل، وتنبع عينها من مجار لها من جبل آرة، وتشرق مجاريها الأساسية عبر الوادي. وقد زار أحد المؤرخين وادي الفرع بما فيها قرية المضيق وعاينها عشرات المرات، حيث تجول في ساحته وجباله وأوديته، كما قابل أهلها فوجد أن جودهم وكرمهم وحسن أخلاقهم كأنها قد اقتبست من طبيعة أرضها وغزارة عيونها وكرم نخيلها. وادي الفرع تاريخ يروى لأجيال الحاضر والمستقبل.